وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العلمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، ضعنا في آخر الاستعدادات للمهرجان وجديد الأجواء لديك هناك. أرحب بكم مجددا من مدينة السحر والجمال، من مدينة العلمين الجديدة. وربما الاستعدادات تظهر في حالة التردد من الزائرين والسائحين المختلفين على ممشى السياحي لمدينة العلمين الجديدة في هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم. يعني نرى عدد كبير من الزائرين الموجودين في الممشى السياحي من مختلف الفئات ومن مختلف الأعمار، وهذا هو الهدف من مهرجان العلمين وما أكدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال فتح الشاطئ المجاني لأهالي مدينة العلمين الجديدة، بأن كل فعاليات المهرجان يستطيع أن يحضرها كل الفئات وكل الأعمار. ولذلك يعني نتحدث عن الأماكن التي استعدت لاستقبال كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومن ضمن هذه الأماكن هو الممشى السياحي الذي نتواجد به الآن، وهو على طول 14 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض المتوسط. الآن يعني كل الزائرين يلتقطون الصور التذكارية ويستمتعون بكل المناظر الجميلة الخاصة بالأبراج أو حتى البحر. هذا الممشى سيشهد أيضا فعاليات مهرجان الثقافة، وهو الخاص بوزارة الثقافة. سيكون هناك عدد من الفرق الخاصة بوزارة الثقافة، سواء كانت فرق الفنون الشعبية أو التنورة أو الفرق التي تأتي من بورسعيد والإسماعيلية. كل هذه الفرق تتواجد على الممشى السياحي خلال فعاليات المهرجان لتقديم بعض الفنون المختلفة للجماهير، بالإضافة أيضا إلى جاهزية المدينة التراثية وهذا الصرح الثقافي العظيم الموجود على مساحة 260 فدان في مدينة العلمين الجديدة، والذي سيستضيف بالطبع عدد من الفعاليات، منها عروض خاصة بوزارة الثقافة. وبالمناسبة منذ يومين تم افتتاح مجمع السينما في هذه المدينة التراثية. هذا المجمع مكون من 9 قاعات على مساحة 8000 متر، فبالتالي هناك عدد كبير من فعاليات مهرجان الثقافة ستكون موجودة في مدينة العلمين الجديدة. كنا أيضا منذ قليل نتابع الاستعدادات الخاصة بمهرجان نبتة الخاص بالأطفال، وهذا يأتي من حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاهتمام بالأطفال والأسر. ونحن نرى الآن اصطحاب عدد كبير من الأسر لأطفالهم، فبالتالي هيتمتعوا بكل الخدمات الموجودة في مهرجان نبتة، سواء كانت بالمسابقات الخاصة بالأطفال أو حتى باكتشاف المواهب الخاصة بالأطفال. وسيكون هناك أيضا بعض المسرحيات التي تقدم للأطفال. خلال الأيام القادمة سيبدأ فعاليات مهرجان نبتة حتى انتهاء مهرجان العلمين الجديدة. دعوني أؤكد أيضا على أن الصورة الجميلة التي تتزين بها مدينة العلمين الجديدة تجعلها مقصد للزائرين وللسياحة الدولية، كما أكد الأستاذ أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المؤتمر الصحفي السابق الذي تم الإعلان فيه عن تفاصيل النسخة الثانية. وتم التأكيد من خلاله على أهمية مدينة العلمين كوجهة سياحية كبيرة، خاصة في هذه الفترة مع الاستثمارات الكبيرة الموجودة في مدينة العلمين، والتي تجعلها تكون يعني أكبر المقاصد السياحية الدولية. دعونا نؤكد أيضا على أنه خلال الأيام القادمة مع افتتاح بالطبع مهرجان العلمين الجديدة ومع حفل الكينج محمد منير، سيكون هناك بعض الفعاليات للدب الفلسطينية، وهذا يعني نوع ينتظر عشاق الدبكة الفلسطينية وعشاق طبعا الفن الفلسطيني، فبالتالي سيصاحب هذا الحفل. ونحن نتحدث الآن وعلى يساري تستعد مارينا ثلاثة لاستقبال حفل الكينج محمد منير، بالإضافة أيضا إلى الحفلات التي ستكون عدد كبير من نجوم الفن سواء في مصر أو في الوطن العربي سيشاركون في هذه الحفلات خلال الفترة القادمة، بالإضافة أيضا إلى عدد من النجوم الفن في المسرحيات التي ستكون خلال الفترة القادمة، منهم الفنان كريم عبد العزيز. وأيضا مدينة العلمين الجديدة في الحقيقة يعني منذ الأمس ومنذ أن تواجدنا في هذه المدينة ونحن نرى الإقبال الشديد، ربما أكد الأستاذ عمرو الفقي المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة على أنه المهرجان في النسخة الثانية يستهدف أكثر من 2 مليون زائر بعد النجاح الذي حققه في النسخة الأولى.
الأولى والوصول إلى أكثر من مليون زائر. فبالتالي نتوقع أن تكون هذه النسخة الثانية بها عدد أكبر من الزائرين نظرا للتنوع في الفعاليات المختلفة والإقبال الذي ربما نشاهده منذ اليوم ومنذ هذه الساعة تحديدا مع حالة الطقس الرائعة والجميلة في مدينة العلمين الجديدة. وبالتأكيد يعني هنتابع معاكم كل الفعاليات بكل تفاصيلها يوميا وبرجع لكم مرة تانية. نواصل المتابعة معك أكيد محمود جميل في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العلمين الجديدة.